الآن وبهذا الوقت بالتحديد نرى المعنيين على الأمر يقفون بصورة مباشرة من أجل متابعة الخطط الأمنية داخل محافظة كربلاء والخدمية بنفس هذا الوقت. الآن يعني ينضم معي سيد محافظ كربلاء للحديث أكثر حول خطة هذه الزيارة التي وضعت، وأيضا نرحب بسيد محافظ الكود داخل محافظة كربلاء. أهلا ومرحبا بك. حقيقة يعني نلاحظهم موجودين بهذا المكان من أجل الوقوف حول الخطط الأمنية التي وضعت سيادة المحافظ. حياك الله جاسم. الآن الخطط الأمنية، هناك تحديث مستمر أعداد الزائرين الواصلين إلى محافظة كربلاء، بالتالي هل هناك إحصائية جديدة حتى هذه اللحظة لأعداد الوافدين، وما الخطط التي استحدثت حديثا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله جلنا وجوركم، شكرا لتغطيتكم هذه الزيارة العالمية المليونية زيارة 42 الإمام حسين عليه السلام، وطبعا تقديري العالي لأخوي العزيز جناب السيد محافظ الكوت الدكتور محمد على حضوره معنا، واليوم اجى طبعا هو وجايب آليات معاه تخصصية وكذلك آليات لنقل الزوار من كربلاء المقدسة إلى الكوت حسب توجيه دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، اللي طبعا هو يشرف بشكل مباشر على هذه الزيارة، وأول بأول مرة عبر الدائرة التلفزيونية مباشرة باجتماعات مباشرة، ومرة عبر التوجيه المباشر ساعة بساعة. الأخ السيد وزير الداخلية مشكورا حاضر كذلك معنا من أول أيام، وأنا بقائد عملية مشتركة ورئيس أركان الجيش ووزارة الدفاع والحشد الشعبي بقيادة الحشد وأركان الحشد وكل الأبطال الموجودين معنا وكذلك الجهاز الاستخباري والأمني. هذا بالنسبة للخطة الأمنية. قائد عمليات كربلاء وقاشة كربلاء والحشد الشعبي في كربلاء أعد خطة متكاملة، اجتمعنا عدة اجتماعات وتوجت بعرضها من قبل السيد وزير الداخلية على دولة رئيس الوزراء. نعم تحدث أول بأول، الآن هي الخطة الآن مطبقة بشكل واضح على الأرض، وهي خطة قوية ومرنة بنفس الوقت. الحمد لله الآن تسير الأمور بشكل ممتاز جدا مع خطة الأمن. خطة النقل مرتبطة معها، خطة النقل وهي من الخطط الأهمية، لها أهمية كبرى. دولة الرئيس كذلك ومكتب رئيس وزراء يوليها أهمية كبيرة جدا من خلال إدخال عوامل عديدة عليها، مثل هيئة الحج والعمرة دخلت بأكثر من ألف باص على محور الجنوبي للحيلولة دون الاستعانة أو الحاجة في كثير من الأحوال إلى السيارات المكشوفة. وزارة النقل على محور الشمالي وكذلك الوزارات الأخرى مجتمعة بدوائرها المحلية والاتحادية على المحور الشرقي، إضافة إلى السريات النقلية ووزارة التجارة تساهم في المحور الجنوبي. بكم أسمى سيادة المحافظ الحولي الجديد اللي انفتح وتوسع الشوارع؟ طبعا ما يميز هذه الزيارة بالرغم الأعداد الغفيرة، تشوف الكثافة غير الاعتيادية والأعداد الكبيرة الغفيرة من خارج العراق ومن داخل العراق، الأعداد كذلك إدخال أعداد كبيرة جدا من العجلات لدعم الخطة الأمنية وخطة النقل والخطط الخدمات الأخرى. مع ذلك هناك انسيابية كبيرة بالطرق المداخل المحافظة. احنا عملنا جهد كبير بتوفيق الله على أن نكمل توسعتها، وفقنا قبل العاشوراء أن تستكمل. الآن تشوف حركة مرنة جدا وانسيابية عالية، الطرق الجديدة طبعا سواء كانت خدمية أو طرق الحولية. زائدا الطريق الذي وجه به دولة رئيس الوزراء هو طريق كربلاء جرف النصر بغداد الذي اكتمل، وأعتقد الجسر باقي على إنهاءات بسيطة للجسر العابر في بابل، وممكن أنه خلال يعني بكرة أو هذا اليوم أو بكرة تستكمل بشكل كامل. لعله هذه الخطط كلها طبعا زاد خطة الصحة والخطط الأخرى تسير بشكل جيد جدا. الدوائر الخدمية تقوم بعمل ضخم وجبار مدعومة كذلك من إخواني السادة المحافظين، نشكرهم جدا. عندما يكون هناك توجيه من دولة الرئيس بشكل مباشر تكون الآليات وكذلك جهودهم يساهمون في المحافظة، وتشوف السيد محافظ الكوت الآن معنا. نعم. في الميدان. نعم شكرا لك سيادة المحافظ. ينضم معي السيد محافظ الكوت، أهلا ومرحبا بك داخل محافظة كربلاء. ما لمست اليوم داخل محافظة كربلاء؟ هل ترى أنه محافظة كربلاء تليق بأن تكون أجمل المحافظات العراقية بما تقدمه من خدمات؟ بالتأكيد كربلاء هي عاصمتنا وهي مأوى القلوب، لابد أن تكون هي جميلة في كل شيء. سيد المحافظ يعني قدم طفرة نوعية لمحافظة كربلاء خلال سنتين أو أقل من سنتين، رغم الموازنات الشحيحة
الآن كربلاء تنهض، والخطط الاستراتيجية اللي وضعتها المحافظة لاستيعاب هذا العدد الكبير، أكثر من 25 مليون زائر سنوياً يدخل كربلاء في زيارة في أيام محددة، هذا تحدي كبير. كربلاء تنهض، وفي نهضة كربلاء كل المحافظات ستكون أيضاً هي ناهضة ومتقدمة. الحقيقة ندعم جهود السيد المحافظ، وإن شاء الله تعالى أنه يوم بعد يوم نشوف كربلاء تتقدم ومن إبداع إلى إبداع. شكراً لك. شكراً لك. نعم. بارك الله فيكم، موفقين إن شاء الله. اسمح لنا لأنه إحنا عدنا شغل وعدنا الآليات اللي جابها السيد المحافظ كنت تتوزع على البلدية وبلديات، وكذلك نشوف الجهد الخدمي الآخر تسمحون إن إحنا كمل شغلنا. شكراً لك. شكراً لك.